النهارده المحاضره بتاعت النهارده ديت يعني ممكن تكون من اهم المحاضرات في الترم، لان احنا هنا بنتكلم نظري على الكونسبت والفلسفه وطريقه الاستفاده. فاحنا عندنا في طريقتين مختلفتين للتطبيق، هناخد النهارده اول واحده فيهم، المره الجايه ناخد الطريقه الثانيه. الطريقتين بنطبقهم في الشابتر الثالث على سبرينج اليمنتس. شابتر 4 بناخد اول طريقه بنطبقها على البيمز والفيلز والجريدز والبوسز. شابتر 5 بناخد الطريقه الثانيه وبنطبقها على نفس السكيلتون اليمنتس. عشان نشرح طريقه ستيفنس فبنحاول نطبقها في الاول على اليمنت بسيط عشان يبقى الفورموليشن والاستنتاجات والتطبيقات كلها بسيطه. ما نروحش كده نجمع كل المشاكل اللي عندنا، نجيب مساله صعبه وتطبيق صعب والفورموليشن مش مفهوم ونحطهم كلهم مع بعض ونبتدي بيهم. فالافضل ان احنا نبسط المساله، نبسط الديريفيجن ونطبق على مساله بسيطه، نفهم الفورميليشن وبعد كده بقى ايه نروح نزود الصعوبه في المسائل والتطبيق. بس مجرد ان انت عديت من النهارده تعرف ان انت وصلت لغايه اخر صفحه في شابتر 4. ممكن سهل عليك قوي ان انت تدخل في شابتر 4 لوحدك. نص المحاضره اللي جايه تعرف كويس قوي ان انت تبتدي لوحدك، تقعد تتصفح كده في الكتاب وتقعد تتفرج على ايه شابتر 5. شابتر 6 بنسيبه ادفانسد، بنسيبه لبعض التطبيقات اللي ممكن تيجي على حسب الوقت. السنه دي لو كان في وقت ممكن الدكتور حامد يدخل فيه، او بنسيبه للسنه اللي جايه الكورس الاختياري او الدراسات الاولى. نيجي كده ببساطه شديده، نيجي نقوم قايلين ايه بقى الاستيفنس. انا كل اللي انا كنت باخده في السنين اللي فاتت لو انا بشتغل على indeterminate structures كنت بفترض ان الريدندنس بتاعتي او المجاهيل عباره عن فورسز او فيريبلز. مجرد ما انا اعتبرت ان ديت فورسز، طريقه الحل بنسميها فورسد ميثود، او تيجي ممكن تستخدم طريقه الميثود اوف ريدندنس اند كونسيستنت انفورميشن، تسميها فلكسبيليتي لو كانت محطوطه في صوره ماتريسيز وفيكتورز. المهم ان المجاهيل بتاعتك في المساله بتاعتك دهيت هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن فورسز او مودز. دلوقتي بقى عايزين ندخل في الاستيفنس؟ لا، انا عاوز احل بطريقه ثانيه خالص، ان المجاهيل بتاعتي ما هياش فورسز، المجاهيل بتاعتي عباره عن ديفورميشنز او ديسبلسمنتس. فنعمل الحكايه دي ازاي؟ تعالى كده ببساطه شديده نطبق الكلام ده على ايه؟ على مثال بسيط جدا خدناه في سنه اولى في كورس سترينث اوف ماتيريالز. عباره عن ايه؟ عباره عن سبرينج اليمنت، عباره عن رد قديم. السبرينج اليمنت لو سبرينج كارستن كي
وله بروبرتيز بتاعته ميكانيكيه او فيزيائيه. يانجز مودلز كروس سكشنال اريا الطول بتاع الاريا. فتيجي تقول لي المعادله بتاعتي معادله الاتزان بتاعتي عباره عن ايه؟ عندي معادله تقول ان الفورس بتساوي سبرينج كانستنت او ستيفنس مضروب في الديسبلسمنت. وعاوزين دلوقتي نستنتج قيمه الستيفنس دي بتساوي كام؟ فانا بقول ايه دلوقتي؟ في علاقه تناسبية ما بين ايه؟ ما بين الفورس والديسبلسمنت. ما بين الفورس والديسبلسمنت. العلاقة ديت لينيا. والكانستنت بتاعت العلاقة ده هو السبرينج كانستنت. فتيجي كده ممكن تيجي تستنتج ديت بطرق مختلفة كتيرة. اللي أنا حاطه ده إحدى الطرق دي. اللي أنت تيجي تقول لي إيه؟ أنا دلوقتي شغال وأنت أسامشن. أنا شغال تبعاً للقانون بتاع هوك. قانون هوك إحنا خدناه في السنة الأولى بيربط علاقة ما بين السلس والسلين بواسطة الكانستنت اللي هو إيه بقى؟ يانجز مودلز. فأنا شغال هنا على إيه بقى؟ لينير ريليشن شيب. إن أنا عندي العلاقة ما بين السلس والسلين علاقة خطية لينير. طيب السلس عبارة عن ايه؟ عبارة عن فورس على كروس سكشنال اريا. فأنا هنا بشتغل على نورمال ستريس. نورمال ستريس فورس على الاريا. السترين عبارة عن ايه؟ عبارة عن الديسبلسمنت بتاعتنا مقسومة على طول اريا. الانفعال السترين الانفعال عبارة عن ايه؟ الالونجيشن والديسبلسمنت مقسومة على الطول الاصلي. اعوض عن الحاجات دي ببساطة شديدة اقدر اطلع العلاقة اللي قدامي. هاخد السيجما اشيلها احط بدلها دي على الاريا اشيل السترين احط الدلتا على الكير اخد الاريا من المقام اطلعها من بسط الناحيه الثانيه يطلع لي معادله بسيطه. تيجي تقارنها مع المعادله الاصليه اللي احنا ابتدينا بيها تقدر انت دلوقتي تطلع على طول مباشره ان الكي كسبرينج كانسل بيساوي اي في اي على الكير. تيجي تقول لي بقى دلوقتي الستيفنس بتاعتنا بتعتمد على ايه؟ الاكسل ستيفنس. الاكسل ستيفنس في المساله اللي قدامنا اللي هي تبقى بتعتمد على يانجز مودلس بتعتمد على الكروس سكشنال اريا بتعتمد على طول الممبر. تيجي تقول لي بقى الستيفنس هنا هل هي بتعتمد على الفورس؟ لا مش موجوده. هل هي بتعتمد على الديسبلسمنت؟ مش موجوده. والستيفنس في حد ذاتها بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على خصائص الاليمنت. على خصائص الاليمنت. فالخصائص بتاعت الاليمنت دي عباره عن ايه؟ الشكل بتاعك ده هو المساله بتاعتها بسيطه يانجز مودلس اريا لينث طول. لا تعتمد لا على فورسز ولا على ديسبلسمنت. وما هي بتربط ما بينهم؟ هي العلاقة الخطية اللي بتربط ما بينهم. هو الثابت اللي بيربط ما بين الاثنين. الفورس تزيد الديسبلسمنت تزيد، فهما الاثنين في حالة خطية. طيب، تيجي تقول لي بقى تعرف تطبق الكلام ده على مثال بسيط؟ تعالى كده، عاوزين نشتغل ونحل طريقة الستيفنس. على مسألة قدامنا بهذا الشكل. مسألة بهذا الشكل عبارة عن ايه؟ ثلاثة سبرينجز متوازيين وعندي ابلاين فورس متأثر في النص. وديت لك انا السبرينج كانسترز بتاعتك في المسألة ديت الأولاني والثالث زي ما هم لهم نفس القيمة واللي في النص لهم ثلاث أضعاف القيمة بتاعت الأول والثاني.
فتيجي تقول لي كده المساله دي لو انا تذكرت كده المعلومات الايه السابقه المساله دي ستيبل. طيب كم مره ستاتيك الاند تورمنت؟ فانا عندي هنا على طول لو انا بشتغل حاجه معايا ايه لو هي بشتغل الستاتيك الديتيرمنسي حاجه معايا ايه في عندي هنا في مجهول داخلي في السبرينج الاولاني في عندي مجهول تاني مجهول تالت فيبقى عندي هنا في ثلاث مجاهيل عندي نقاط التزام واحده سيجما فورسز اتجاه الاكس بتساوي صفر تيجي تقول لي بقى الداتا شكلي قدامي ده سيمتري الفورس اللي في الاول والثالث الاثنين بيساووا بعض ليه؟ لان انا ما عنديش روتيشن مش هيحصل فيه روتيشن كل حكايه ان انا عندي هنا فوق الايه ديسبيسمنت في هذا الاتجاه فانا عندي هنا من السيمتري الاول والثالث دول بيساووا بعض يعني كان ممكن انا دلوقتي اجي اقوم شايل ده واقوم حاطط مكانه ايه؟ اف واحد يبقى إيه انا عندي هنا في المساله ديت عباره عن ايه بقى؟ مجهولين اف 1 واف 2 اف 1 في الممبر اللي فوق واللي تحت واف 2 في النص فتقول لي انا عندي في المساله ديت عباره عن ايه بقى؟ في مجهولين في معادله اتزان يبقى الشكل قدامي ده عباره عن ايه بقى؟ وانس ستاتيكالي اندترمنت ستراكشر كان ممكن بقى اروح بقى اعمل مين سيستم واشتغل زي ما احنا عندنا في مثال ان انا حاطط ايه على ايه على اليمين واشتغل بالبروسيسور انا دلوقتي بقول لك لا بدل ما تحل بالطريقه ديت حل بطريقه ستيفنس فتيجي تقول لي احنا بنستيفنس ازاي؟ فاجي على طول ان هو اجي وقايل ايه؟ لا 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 انا عاوز افكر بطريقه ستيفنس يبقى اعمل ايه؟ يبقى اجي ان هو على طول مباشره في عندي كام نجيب في ده لسه قايل من شويه ما عنديش الديسبيسمنت دلتا ما عنديش روتيشن فيبقى المساله ديت كام نجري فريدم؟ واحد عباره عن الديسبيسمنت دلتا فالدلتا دي بتعتبر ايه بالنسبه لي؟ هو المجهول اللي موجود في المساله فهعمل ايه بقى؟ هحول كل المجاهيل بتاعتي بعد ما كانت فورسز في الاستاتيك انديترمنسي والفورسز ميثودز هحول الفورسز ديت الى ايه بقى؟ الى ارقام بدلاله المجهول بتاعي اللي هو مين؟ الدلتا الديفورميشن اللي هو دي جيفري فاعمل دي ازاي؟ اجي الاول احط معادله اتزان اللي هي ما بتتغيرش فيبقى عندي هنا ايه بقى؟ الفرصة الأولانية والأخرانية الاثنين زي بعض، فأقوم قايل الاثنين اف 1 زائد الفرصة اللي في السبرنج اللي في النص اف 2 كل الكلام ده هيساوي إيه بقى؟ اللود الغريب. فدي معادلة الزن زي ما هي. طيب هطبق الستيفنس وأجي أقول إيه؟ العلاقة اللي بتربط ما بين الفرص اللي في الممبر والديسبيسمنت بتاعها. انا عندي دلتا واحد دلتا دي ثابته في كل الاليمنتس فحاجه يوم قايل طيب تعالى بقى الاليمنت الاولاني جواه فورس اف 1 وبيتحرك ها الطرفين في ريليتيف ديسبيسمنت ما بينهم قيمتهم دلتا فيبقى انا عندي هنا العلاقه اللي بتربط ما بين الفورس بتاعته على السبرينج كانسل بتاعه مع الدلتا بتاعتي اللي هو المجهول الوحيد اللي في المساله. فحاجه ما هي ايه؟ طيب يبقى الدلتا بتساوي اف 1 على جي. زي اللي بالظبط انا طبقت المعادله اللي في الاول دي. بس خدت الدلتا في ناحيه وخدت الجي تحت في المقام. بنفس الطريقه اروح اطبق الكلام ده فين؟ على السبرينج كانسلت الثاني. الفورس بتاعته اف 2 والسبرينج كانسل بتاعه هو 3 جي. طيب وبعد كده اعمل ايه؟ نعوض المعدل كده. هاخد بقى حول بدل ما كان عندي مجاهيل اف 1 اف 2 هجيبهم بدلاله السبرينج كانسل بتوعهم والديفورميشن اللي جه في ده بتاعتي. فحاجه
قال لي اف واحد بيساوي كام بقى في الحاله ديت؟ 3 كي في الدلتا. اف 2 3 كي في الدلتا. هاخد دول واعوض بيهم فين؟ في معادله التزايد. هيبقى عندي 2 كي دلتا زائد 3 كي دلتا بيساوي اللود بتاع الفريق اللي هو البي. المعادله قدامي اللي هي هي معادلة الالتزام بتاعتنا معادلة في مجهول واحد. مجهول مين بقى فيه؟ الدلتا اللي هو الديفرنشال. اروح انا دلوقتي معادلة في مجهول واحد اروح احلها اجيب المجهول ده. جبت المجهول ده اعمل ايه بعد كده؟ ارجع باك سبستيوشن ارجع اعوض طريقة بالراجع اروح فين؟ ارجع تاني للنقطة اللي انا كنت بادي فيها اللي هي العلاقة الدور بتاعت كل ايليمنت الفورس بتاعته مع الديسبيسمنت بتاعه. اروح اجيب اف واحد بدلالة ايه؟ السبرينج كالسيوم بتاعه مع الدلتا اللي هي اصبحت حاليا بقت ايه؟ معلومة. اروح اعوض التعويض ده يطلع لي اف واحد بيساوي ايه؟ 20% من البي والاف 2 تساوي كام؟ 60% من البي. يبقى انا عملت ايه هنا؟ تعال اتفرج كده هيبقى اف 1 السبرنج الاولاني خد 20% السبرنج الثالث خد 20% دول مجموعهم 40 والسبرنج اللي في النص خد مين بقى؟ الباقي اللي هو 60 فمجموعهم كلهم يساوي كام؟ 100% من البي. بنفس الطريقه ممكن انا اطبق الحكايه ده فين؟ على مبنى عباره عن صاله ها وان ستوري مالتي بيس ها مالتي سبان وعندي مجموعه الاعمده بتاعتي عندي هنا الكروس سكشن الاريوس ده نيك ممبرز كلهم مثلا فحاجه هم قايل ايه؟ اروح اشوف الفورسز الحاجه بتاعتهم. أنا هنا برضه نفس الحكاية جايب لك مسألة سيمتري فما عنديش روتيشن فيبقى الديسبيسمنت في كل الإليمنتس واحد فأقدر برضه أقول أي إيه هنا المسألة دي تعتبر إيه بقى؟ وانس إيه بقى؟ مش وانس ستاتيكالي لا دي في الحالة دي تبقى إيه؟ وانس كايناماتيكالي إن تورنت ستراكشر تمام؟ تيجي تقول لي ده وانس كايناماتيكالي انديترمنت ستراكشر، الستراكشر ده يعتبر ايه؟ كايناماتيكالي انديترمنت تو ذا فيرست ديجري هو انديترمنت كايناماتيكالي ها تو ذا فيرست ديجري. تيجي كده بقى تقعد تتفرج وتقعد تقول بقى يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان الفورسز الداخليه اللي في الممبرز ديت تتناسب مع بعضيها بدلاله ايه؟ الجامس مودرس بتاعنا لو في المساله بتاعتنا كان ثابت الطول بتاع الممبرز كلها ثابته فتوزعت الفورسز ديت بنسبه ايه بقى؟ الاري بنسبه الاري البارامتر الوحيد اللي عندنا هنا في الحاله ديت في المساله ديت في الاكزامبل ده هيبقى ايه بقى؟ الاري. انا بمثل الحكايه ديت الجماعه في الكورسز اللي هي ادفانسد في الاورثوبيك انجينيرنج فجاه معايا ايه؟ اثنين راكبين في مره وبيجدفوا واحد واحد ما شاء الله عليه والتاني ضعفان شويه فايه اللي يحصل؟ هما الاثنين راكبين في نفس المكن وبيتحرك بنفس الايه؟ الديسبيسمنت بنفس السرعه فتيجي تقول لي يا ضبط طيب القوة لو أنا بحسبها بقى كل واحد بيشيل على إيه؟ على قده. كل واحد بيشيل على مين؟ على قده. فأنا عندي اللي على قده ديت أنا بمثلها بإيه بقى؟ بالستيرس. فكل ممبر بيشيل على مين؟ على قده. على قد الستيرس بتاعته. عندي ممبر في الأريا بتاعته إيه؟ عندي ممبر في الأريا بتاعته 3 إيه؟ فهتوقع الممبر اللي هو فيه ثلاث اضعاف الاريا هيشيل ايه؟